محمد بن صغير طبيب أطفال، أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بكم، شكرا على الاستضافة. صباح الخير لكم ولكل الطبق الفنيين المرافقين لكم وإلى المتتبعين إلى الحصة إن شاء الله. وكذلك نرحب بك دكتور. إذا إن شاء الله على بعد أيام قليلة فقط سيلتحق أبنائنا بمقاعد الدراسة، رغم زالوا في فترة العطلة الآن. راح نتحدث عن ربما ندخل شويه الجانب النفسي، يعني بما انك ربما طبيب مختص في طب الاطفال، ندخل شويه الجانب النفسي خلال هذه الفتره. كيف يمكن تهيئه الاطفال وخاصه ربما الوالدين كذلك قبل دخول المدرسه؟ المهمه ماهيش غير الوالدين، المهمه تاع الوالدين. نعم. والمهمه تاع المعلم عندما يستقبل الطفل. نعم. اولا والمهمه تاع معظم الوالدين يظنوا بان الدخول المدرسي يتوقف على شراء المستلزمات الناحيه الماديه. يظن الوالدين يظنوا عندما يشروا المحافظ هذا كل مهم. لا، كاين لازم الدخول المدرسي يكون بالتدريج، لكن نهنيهم نوجدهم نفسيا وفيزيولوجيا. وعلاه نوجدهم نفسيا وفيزيولوجيا؟ احنا اثناء العطله الصيفيه اللي راهي دامت ثلاث اشهر راحوا لنا المعايير الصحيه، الطفل راهي يرقد على 3 تاع الصباح ويرقد على 10 تاع النهار، الماكولات تاعو راهي تبدلت، ما عادش فطور الصباح، وجبه غذاء عاد في اي وقت ياكل، نوع حتى نوع تاع الاكل، هذه بيتزا، هذه مثلجات، هذه. اذا هنا الساعه البيولوجيه تاع الطفل راهي تغيرت. صح. الساعه البيولوجيه اذا لازم نحضروه قبل الدخول المدرسي، ماهوش الليله قبل الدخول المدرسي باش نقولوا غدوه، لا، لازم يكون بالتدريج نحاولوا من هذيك تاع السهر حتى العشره تاع الليل نقصوا له ساعات التلفزه، نقصوها له اذا كان يشوف حتى العشره، لا نقصوا له مثلا مال في يشوف التلفزه، لا نديروا له العاب اجتماعيه في العائله، لعبه سهله مثلا لعبه العائله السبعه اللي جوت سات فامي، نديروها مع العائله باش نخرجوهم من الجو هذاك تاع الضغط وتاع الهاتف النقال وتاع. اذا نعم. يكون تدريجي. نعم. وخاصه ثاني نعودوه على الاكل الصحي، خلاص. نعم. الاكل هذاك تاع نعودوا العائله كل تنوض في نفس الوقت الثامنه صباحا، نقعدوا في الطاوله ناخذوا فطور الصباح قبل الثامنة ولا يعني قبل الثامنة قبل الثامنة ثانية عشر ناخذوا الفطور، فطور ثانية عشر والعشاء ناخذوا العشاء، مش كيما العطلة الصيفية، مش كيما العطلة الصيفية. زيادة على هذا لازم نغتنموا الدخول الجامعي، لازم يكون ايجابي. نعم. دخول اجتماعي. الدخول لازم يكون ايجابي. نعم. مثلا الام اذا كانت تعمل كي تعود داخل الاجتماع الرجعة للعمل تاعها، الدخول للعمل تاعها يعود ايجابي، تعود تضحك، رايحه تضحك، مش رايحه عبوسه. ويشوف الطفل ولدها يشوفها اذا كان هي رايحه للعمل تاعها عبوسه، واش يقول لك الدخول المدرسه راهو كارثه. اذا لازم هما يمدوا المثل الاولاد تاعهم. نعم. سواء كان ام سواء كان اب. الام ولا الاب. نعم. الدخول الاجتماعي تاع الاب لازم يكون صوره ايجابيه للطفل. صحيح. صحيح. طيب دكتور، تحدثت عن الاكل الصحي وتحدثت عن النوم الصحي، نبدا نفصل قليلا في هذا الامر. نبدا مع النوم الصحي، كيف يمكن ان ننظم النوم بالنسبه لاطفالنا قبل التمدرس؟ ما هي المده الزمنيه كافيه او كم عدد ساعات النوم اللي ينصح بها الاطباء او المختصون الكافيه من اجل نوم صحي امن وكذلك سليم لابنائنا التلاميذ؟ احنا راه نرجعوا بالتدريج بالتدريج، ماهوش بناء عشيه وضحاها كان يصير حتى الثلاثة تاع الصباح. لما نقدر نقول لا راك تقرا غدوه تنوض على 10 تنوض على 8 7 ونص تاع الصباح ولا ترقد على 8، لا بالتدريج كل يوم نقصوا عدد الساعات نتاع التلفزيون، نعوضهم بنشاطات جماعيه. اذا كان مثلا يشوف التلفزيون حتى ال 10 ولا 11 لا نقصوا له كل يوم ساعه، كل يوم ساعه بالتدريج حتى يرجع الكميات المطلوبه وهي على الاقل 10 ساعات، بين 8 ساعات و 10 ساعات على حساب الطفل. نعم. نعم. هذا فيما يخص النوم. وايضا حتى بالنسبه للقيلوله ربما تعود الطفل خلال فتره الصيف، او اغلبيه الاطفال يتعودوا على فتره القيلوله، راح تجي المدرسه كذلك ربما القيلوله راح تتنحى وتجي ربما صعبه نوعا ما. القيلوله على ربع ساعه يكفي.
ربع ساعه يكفي القيلوله، ربع ساعه يكفي، ماهيش تاع القيلوله مليحه لا يجدد الطاقات نتاعو، يجدد الطاقات بصح ما يطولش فيها ربع ساعه قيلوله، خاطر لو كان يدير القيلوله بزاف ما يرقدش في الليل. اذا القيلوله ربع ساعه تكفيه. جميل. طيب نتحدث كذلك عن الأكل الصحي. تفضلت ذكرت قبل لحظات دكتور أن في فصل الصيف ربما يكون الأكل عشوائي وغير منتظم، يكون فيها المثلجات، يكون فيها الأكل السريع ربما من محلات خارج البيت إلى غير ذلك. هنا كيف، ما هو الأكل الصحي الذي ينصح به الأطباء بالنسبة للتلاميذ خاصة أثناء فترة الدراسة حتى تعود بالفائدة على صحة الأبناء والأطفال؟ شكرا. الأكل الصحي لازم يكون متوازن، فيه بروتينات، فيه البروتينات، فيه السكريات، السكر خاصة السكريات الثقيلة، مش السكريات الخفيفة مثل السكر الأبيض ولا باتيسري، السكريات الثقيلة هي فيها سكر بصح ما عندهاش طعم تاع السكر، مثلا الخبز، مثلا الكسكس، مثلا الرز، هذو كله سكر فيهم سكريات. نعم. والدهون، الدهون لازم الدهون تكون مشبعه، مثلا زيت الزيتون، ماهيش دهون حيوانيه، دهون نباتيه. هذه من ناحيه النوعيه، من ناحيه الكيف نقسموها على ثلاث مراحل، فطور الصباح والوجبه تاع العاشره، الفطور تاع الثاني عشر، والقيلولة والعيشة. يعني القيلولة تقصد العصرونية؟ العصر. نعم. لازم الوجبة تاع لازم وجبة خفيفة. نعم. خاصة أثناء التمدرس نركز على فطور الصباح. احنا راهي عادة منتشرة وسيئة أصبحت، الطفل يخرج من المنزل تاعو رايح متوجه إلى المدرسة، يدخل عند الدكان يشري يعني عصير مونغوتي ولا عصير ياكله هو داخل المدرسه، وفي بعض الاحيان هو داخل القسم مازال ياكل في الصف ياكل. لا، المفروض الفطور الصباح ناخذه مع العائله، نغتنم الفرصه هذه، نسقسي وليدي واش راك محضر المدرسه اليوم، واش عندكم اليوم، واش درت الدروس تاع البارح، واش حاب ترجع، تكون دردشه شويه مع الطفل، ماهوش غير ينوض روح المدرسه، لازم نتكلموا واش حاب تقعد في المستقبل. نعم صحيح، خاصة في فترة الصباح. يعني بعد ما راح نتحدث عن فطور الصباح بالتفصيل، وراح نتحدث كذلك عن اللمجة اللي تكون في المدرسة أو اللي يصطحبها معاه أيضا الطفل في المدرسة. نتحدث عن الفترة ربما ما بين الاستيقاظ والذهاب إلى المدرسة، كان ربما بعض الأطفال ما نعرف ما يكفيهمش الوقت أنهم يتناولوا فطور الصباح، تلقى مثلا يمشي في الطريق هو مازال يأكل ربما في الخبز أو هل ربما سؤالي لك دكتور، هل يوجد مثلا أو لابد أن يكون هناك فترة أنه يقعد فيها الطفل في الطاولة ويتناول هذه الوجبة، وجبة خاصة فطور الصباح بالنظر لأهميتها؟ وأعتقد أنتم كمختصين في طب الأطفال دائما ربما تنصحون بها في هذا المجال، في مجال فطور الصباح. فطور الصباح ما يتحضرش في الصباح، فطور الصباح يتحضر الليله قبل الصباح، الام تحضر كلش. نعم. الام تحضر كلش، هنا وين يتحضر فطور ماهوش في الصباح. ثانيا لازم الام والاب ينوضوا مبكرا قبل الاطفال، عندما ينوض الطفل يلقى الفطور الصباح واجد. ثانيا الشيء اللي اخرته في بعض الاحيان الاطفال ما تعودوش التوكل على النفس، لازم الام تلبس له، لازم الام تغسل له، لا لازم من السنه الرابعه والخامسه الطفل نعلمه وحده هو يوجد روحه، يروح يغسل يديه، يغسل وجهه، راهم كان درك راهم اولاد متمدرسين، راهم يجوا صلاه الفجر، كان يجوا صلاه الفجر هذا يروح تلقاه واجد، هذاك صح كان اللي ينوض على السبعه ونص ما يلقاهش واجد. لا، اذا من الاحسن الام تعلمه كيف ينوض، هي توجد طاوله توجدها في الليل، تنوض شويه مبكر، ولا كان راح يصلي الفجر راه يجي يصلي كاش ما يراجع دروسه قبل، خاطر المراجعه تاع بعد صلاه الفجر راه مليحه، تفيد بزاف. نعم اكيد تفيد بزاف. انا ننصح الاولياء يرقد في البكري ينوض مع صلاه الفجر درك، خاصه الوقت الحاضر الفجر راه يقترب، راه يقترب بزاف. صح يقترب، يصلي الفجر يا اما في المنزل يا اما في المسجد، وثانيا يطلع دروسه شويه
يحضر دروسه. نعم. إذا كان وجدها هكذا فل راح السابعة والنصف يكون وجد قدس. صح. فإذا كان الأم ما توجدش ولا الأب ما يوجدش ما يعاونها، الأم ما توجدش والأب ما يعاونهاش، نتأكد من الأب ما يعاونهاش والطفل ينوض متأخر، هنا راح تعود كارثة. لو مش تقول له هاك النقود روح سري مونغوتي روح سري نجي ويتعود أكل غير صحي، أكل غير صحي هذاك. نعم. طيب نبقى مع فطور الصباح، وش تنصح به يعني كأكل صحي أو فطور صحي في الصباح؟ مش هي مش يتناول الطفل في هذا الفطر؟ والله فيه مثلا الخبز، الخبز إذا كان الأم دير الخبز في المنزل أحسن، ديروا في الخبز من أجل بلافارين كومبليت راهي موجوده مطبوعه. خل اي حال كي نقول لافارين كومبليت مش لافارين البيضه هذيك اللي يخدموا بها لاباتيسري ويخدموا بها، لا كاين لافارين كومبليت صحيه فيها الالياف ومغذيه تخدمها في دار الخبز تاعها. فيه يا اما زيت زيتون يا اما زبده ثلث تمرات حتى التمر، التمر راهو يفيد، راهو فيه طاقه. ما نحقروش، ما نحقروش التمر راهو مفيد بزاف التمر. صح. والحليب جميل. طيب وعكس من ذلك، ربما التلميذ اللي يروح من دون فطور صباح ربما قد يتعب في لا اذا راح دون فطور صباح ويزيد الاجهاد راح نسبه السكر راح تنقص له. اذا كان نقصت نسبه السكر عنده ما يقدرش يخمم مليح ويروح كله ارهاق ما يتبعش المعلم تاعو. نعم صحيح. اذا الفطور الصباح راهو مليح مهم جدا للكبير والصغير. نعم اكيد. روحوا كذلك ان الطفل لما يحتاج كذلك للمجه ربما في الراحه في حدود العاشره صباحا الى غير ذلك، ربما يصطحب معه اللمجه طبعا من البيت، هل تنصحون بها؟ هل هي ضروريه ام كيف ترون ذلك دكتور؟ لا اللمجه 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 ضروريه، لازم اختيار اللمجه برك، ما تكونش حاجه سائله. ما تكونش حاجه سائله باش تلعب الادوات تاع الطفل. اللمجه يا اما فاكهه يا اما خبز وجبن، حاجه سهله ما نكلفوش الوالدين، من الموجود يا يعني زوج تمرات ثلاث تمرات ما نكلفوش الوالدين، لازم تكون على عند كل التلاميذ كيف كيف. نعم. ما نكلفش الاب نقول له ادي له اسري له التفاح ولا لا لا لا، تمر خبز جبن. نعم. روحوا كذلك الوجبة اللي تعتبر رئيسية اللي هي وجبة الغداء، تعتبر رئيسية وضرورية كذلك. طبعا هناك بعض التلاميذ يستفيدون من الوجبة الساخنة في المدارس خاصة الابتدائية، كنا نتحدث قبل قليل مع مدير التربية لولاية ورقلة وذكر بأن ربما المطاعم المدرسية على مستوى الابتدائية ستكون مجهزة أو ستكون متوفرة بالوجبات الساخنة. طبعا نتحدث هنا على أهمية فطور أو عفوا الغداء أو وجبة الغداء بالنسبة للطفل وربما القيمة الغذائية في هذه الوجبة. الوجبة الغذائية على مستوى المدارس راهي مدروسة، هناك نظن مدروسة من ناحية الكم ومن ناحية الكيف. جميل. ما عندناش شك في هذه. نعم. وشيء آخر أن المدرسة الغذاء المدرسي راه يكون مكمل للغذاء المنزلي. من المفروض كل الأولياء عندهم البرنامج الغذائي تاع المدرسة. إذا كان شفت اليوم مثلا التلميذ تاعي اليوم ما داش بروتينات، ما عطاولوش بيض ولا أنا نكملهم بروتينات. مثلا بروتينات، شفتوا ما داش فاكهة سكرية، المنزل نكملوا بالسكريات، لازم يكون تكامل بيناتهم. شيء آخر اللي نشوفوه في المدارس أن الطفل يخرج من المدرسة مع علبة جو ولا علبة، لا من الأحسن يستعملها تباك. نعم. يستعملها في المدرسة ما يخرج بها. صح. شفناها طفل مثلا راه خارج من المدرسة راه يستعمل علبة الجو تاعو وراه قطع طريق. نعم. نعم يوم الأفضل يكون في الطاولة ياكلها في الطاولة وليلة كان يديها يديرها له في يديرها في المحفظة تاعو ويديها للمنزل، ما يديهاش في يده هكذا. نعم جميل. وتبقى كذلك الوجبات الأخرى اللي هي وجبة العصرونية ووجبة العشاء
طبعا من هذيك على حساب المنزل هذيك. نعم. طيب تحدثنا عن الوجبات، نتحدث كذلك مثل ما هو معروف هذا الموسم ان شاء الله على مستوى المؤسسات التربويه في الطور الابتدائي استفادت من ماده التربيه البدنيه. طبعا هذه الماده او الرياضه طبعا محبوبه لدى الاطفال، وطبعا راح تنشط الجسم تاعهم بدون شك. ايضا حتى الرياضه تعتبر مهمه جدا بالنسبه لجسم الانسان. أيضا أنتم دكتور كطبيب وكأخصائي في طب الأطفال، أنتم أيضا تشجعون على ممارسة الرياضة بالنسبة للتلاميذ والأطفال الصغار. والله الرياضة أنا كرياضي قديم ومزيت لحد الآن الرياضة، يعني أقول لك فيها تشجع الرياضة من سنة ثالث، سنة رابعة. نعم. لا السنة الرابعة موش أربع سنين. نعم. كعمر. إذا هذه مبادرة مليحة من صح. من المفروض نظن ان مدير التربيه راه يخمد في الشيء هذا، ان اعطات الوسائل اللازمه للمعلمين تاع الرياضه. نعم. اذا كان يجي المعلم تاع الرياضه في المدرسه وما عندوش وسائل، كانك جبت استاذ المدرسه اعطيت له تلاميذ وما اعطيت له السبوره والطبشور. صح. شوف الصوره تاع معلم عنده تلاميذ وقسم ما عنده الصبوره والطبشور، جيب معلم تاع رياضه وما تعطيه الوسائل. صحيح. راح ينفروه. انا من الاحسن اي مدرسه مازال ما عندهاش الوسائل هذو، انا ننادي جمعيه اولياء التلاميذ تتصل بالمدير ويعاونوه على اقتناء واش لازم. نعم، خاصة أن التربية البدنية ربما تعتبر من الممارسات الصحية السليمة للتلميذ. ممارسة صحية وعقلية. نعم. خاطر السنة الطفل يقعد في عمره 6 سنين ولا حاجة، ما نطلبوش منه جهد عضلي. نطلبوا منه حركات نتاع التوازن، حركات نتاع لا كورديناسيون، كيف يتعلم يتحكم في الجسم نتاعو. وهاد الحركات باش نديرهم آلات. كاين دوائر وكاين دي زاسيات متلونين نعلموه. كاين الاساتذه هادو راهم على بالهم بسن 6 سنين 7 سنين 8 سنين، ما نطلب منه جهد عضلي، لا بالعكس، لازم يوازن بين العقل تاعه والحركه. جميل. جميل. يعني انتم ونحن جميعا نثمن هذا القرار طبعا بادراج ماده التربيه البدنيه في الطور الابتدائي. نتحدث كذلك دكتور عن فئه اخرى في المدارس عند التلاميذ، طبعا هي فئه الاطفال ذو الامراض المزمنه. طبعا عندهم عنايه خاصه من دون شك، سواء كان في البيت او حتى في المدرسه من طرف المعلمين. معليش، رغم انها موجوده الطب المدرسي، ولكن الأمراض المزمنة وخاصة أمراض السكري عند الطفل، أمراض الربو وأمراض الصرع. هنا الأولياء لازم يتصلوا بالمدير ولا المعلم قبل السنة الدراسية، مش اليوم الدراسة، لا، الأسبوع على يروح للمدير، هاو الملف تاع وليدي، هاو واش عنده، هاو الطبيب اللي يتبع فيه، يعطي له رقم الطبيب المعالج تاعو، بس في أي حالة المدير ولا المعلم يتصل بالطبيب، خاطر المعلم مولا 6 سنين مازال ما يعرفش اذا كان عنده مرض السكري، ما يفيقش باللي يحبط له السكر، حتى يدوخ، حتى يغمى عليه، اذا كاين علامات، هنا المعلمه ولا المدير يكون على باله بها، والاولياء يعطوه حاجه سكريات خفيفه سريعه للطفل. خديت مثال مثلا السكري برك، مثلا الربو نفس الشيء، مثلا السرعة، معلمه كاين معلمه يسرع لها الطفل في القسم تخلع مسكينة، مي كي تعود متهيئة نفسيا تكون عندها فكرة ومعطيات، عندها فكرة عليها. نعم. معروفة. وانا نتمنى لو كان الطب المدرسي يدير يعني يوضح الأمراض هذه المنتشرة للمعلمين. صحيح. طيب شيء آخر تاني. تفضل. اسمح لي، كاين شيء آخر نطلب من الأولياء، احنا نعرفوا أسباب التخلف المدرسي شنو هو. يعني إعادة تقصد. نقص ما تخلف في السنة الأولى حتى الإعادة. نعم. يا إما نقص النظر يا إما نقص السمع. نعم. إذا كان في المتخلف ربما راهو النظر ناقص وإلا سمع ناقص. أنا الأولياء نقول لهم على الأقل في أول سنة الأولى ياخذوا
طفل يعني فحوصات دورية، فحوصات عند طبيب الأذن وعند طبيب العيون. لا يروح له بهدف يقول انا وليدي يتمدرس السنه الاولى تاعو، نشوفوا اسكو راهو يسمع مليح، اسكو راهو ينصف مليح. صح صح. ايوا كنت راح نسالك السؤال الاخير، طبعا هذا بالنسبه للفحوصات الدوريه، ولكن سبقتني ليه دكتور. طبعا معظم النقاط تحدثنا فيهم في اقل من 20 ثانيه تحدثنا عن الاولياء، رسالتك الاولياء وتلاميذ. الان بالنسبه للمعلمين في 20 ثانيه وش تقدر توجه لهم حتى ايضا تكون عندهم معطيات او فكره عن ربما الفروق الفرديه او خصوصيات تلاميذ خاصه الصغار في الطور الابتدائي او المتوسط. المعلمين لازم نظن هما ادرى مني، نقول المعلم لازم يعطي صوره بشوشه للطفل خاصه السنه الاولى، خاطر الصورة اللي يديها الطفل على المعلم تاعو اليوم الأول تبقى له طول السنة. تبقى له طول السنة. كاين بعض المعلمين حتى مثلا لو كان المعلم يغلط في القسم يقول واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، ويروح الأم تقول له واحد زائد واحد يساوي اثنين، تقولها لا المعلمة قالت لي واحد زائد واحد يساوي ثلاثة. صح صح. يتعلق بالمعلمة نعم. أكثر من نعم. إذن المعلمة تعرف كيفات، والتلاميذ اللي أعادوا سنة كاين دور تاع المعلم، وكاين دور الأولياء. دور المعلمة ما تخزرلوش بالنظرة تاع باللي راه أعاد سنة. دور الأولياء واش يقول له؟ يعطي له مثل إيجابي، مثلا يقول له لا وليدي عاود سنة ما فيها ولا عاود سنة، يعطي له مثال واقعي، مثلا يقول له عمك فلان عاود البكالوريا وراك تشوف راهو استاذ جامعي. صحيح. طبعا هذا الموضوع تحدثنا به بتفصيل مع الاخصائيه النفسانيه طبعا اللي كانت معنا قبل لحظات الاستاذ سعاد بو سعيد، عن طبعا تلاميذ المعيدين وخصائصهم والفروقات الفرديه. اشكرك جزيل الشكر دكتور محمد بن صغير على كل ما قدمته طبعا من نصائح، طبعا كم استفدنا سواء نحن او حتى المشاهدين من اولياء او مختلف شرائح المجتمع عفوا. نتمنى لك يوم موفق وسعيد دكتور. شكرا. شكرا. لا شكر على وجه. شكرا. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. اذا مشاهدينا الافاضل، نواصل دائما مع فقرات برنامج صباح الخير الجزائر. قبل ان نمر الى الفقره المواليه نترككم عند هذا الفاصل الغنائي لطابع دانيدان، ثم نعود نرجع لكم من جديد.